ما نقولش اسمه درك انت تهضر واش حبيت ليسونسيال انت تفرج على الخطاب تفرج تتفرج تتفرج ما تلعبهاش عليا ما تتفرج قسما بالله غير تتفرج تتفرج وتحلل له ايه وسيد طلع لكم النيف وليتو تعرفوا صوالع بزاف بعبد المجيد تبون كون ما جي عبد المجيد تبون تبقاو غير بنت فلان ما وليتوش تعرفوا الذكاء الاصطناعي الدرون ايه هذا يا اخويا قولوا له صح امه قولوا له امه قولوا له صح والسلام على واحد سمانه 10 ايام اللقاء الدوري تاع عبد المجيد تبون مع الصحافه شو على بالك بلي اكثر تدخل اكثر خطاب تتبعا في المغرب العربي هو خطاب عبد المجيد تبون ما في مصر كاين اللي تبعه والله نهضر معك من نيدي يعني قال لك المراركة أكثر من الجزائريين يتبعوا عبد المجيد تبون ما متوارثة توارثة قلق على شوية دوك قال لك عيال يا ودي هذا الإنسان فينومان وش بيك إنسان فينومان إنسان عفوي كي يهضر في الخطابات تاعو ولا في التدخلات تاعو عفوي تفهمه شغل ما تكمبليكيش حياتك ما يضلكش بلغة ما تفهمش يضلك بلغة تفهمها ومن بعد كنت تبدا تضحك هذوك الجماعه هذوك يبداو يضحكوا من بعد كيروحوا يفيريفيو ويلقاوها صح من بعد كيبدلوا الهضره قال يا ودي ما قلناش ولا قال راهو يكذب المهم ليسونسيال هو التدخل تاعو سي راح يدون بلوس ديكسبليكاسيون راح يفهم الخطاب دانفستيسور تاعو كيما رسموه رئيس للجمهوريه يهضر على الجانب الاقتصادي بزاف يهضر على الجانب اللي بصفه كبيره بزاف باسكو المرحلة هذه مرحلة اقتصادية استثمارات في الجزائر كاين ايه هرولة هرولة تاع الاستثمارات الى الجزائر يعني ماشي هرولة على كل حال بصح كاين بزاف استثمارات راهم داخلين للجزائر يعني يهضر على السياسة العامة الاكتفاء الذاتي الماء ليستاسيون تاع الماء يهضر اون جينيرال هذا التقسيم الاداري الجديد على بالك بلي كاين راح تولي اكثر من 100 بلدية يا هذا اون جينيرال يعني في الاقتصاد والجانب يهضر على الجانب السياسه الخارجيه العلاقات الجزائريه الفرنسيه اون جينيرال يهضر على البريكس على الجزائر خلاص طوات هذاك المشكل يعني هذا على العموم ويهضر على السياسه الداخليه السياسه الداخليه بانطلاق هذيك كيف يعيطوها منصه ولا لقاء بين كاع الاحزاب السياسيه اللي حبت تشارك في امر سياسي داخلي هذوك تاع الجماعه اللي ما يشاركوش انا على بالي يعني يشاركوا يحوسوا يديروا ان بلاتفورم تاع تفاهمات باسكو عبد المجيد تبون قلت لك راهو يبني في دوله جديده راهو يبني في دوله مبنيه على الحق مبنيه على الصح ماشي على الخرطي يعني اون فري ديموكراسي الشرط الوحيد يعني زوج شروط انا نشوفهم زوج شروط هي الانسان يكون وطني ماشي عسول تاع الفيدرالية والخرطي هذاك خلينا منه يكون وطني يعني يحافظ على الجزائر هذه اللي خلوها لنا الشهداء هذا هو هذا هو ما كاش حاجة أخرى دونك كيف يدير شوف كنت شوف لاصال اللي حضرت النهار اللي رسموا عبد المجيد تبون شكون اللي كان حاضر في لاصال كان حاضر أوشيش تاع لوفافاس وكان حاضر حساني وتلاقى منهم تلاقى بهم مقبل اون ابارتي يعني بيناتهم هضروا ومن بعد حضروا في لاصال حضروا في لاصال نورمالمون باركوا له عادي شكون ثاني اللي كانت حاضره ملكه ما خط مع طوبل والناس كانت حاضره يعني هذه يعني سيتين ايماج تري تري فورت اللي يفهم السياسه كانوا حاضرين شخصيات اللي ما كانوش راضيين على الوضع حضروا يعني حضروا ناس بزاف دونك اذا دير سيتي نيماج تري بوزيتيف الالجيري دونك ما نقولهم ما نقولش اسمه درك انت تهضر واش حبيت ليسونسيال انت تفرج على الخطاب تتفرج ما تلعبهاش عليا ما تتفرج قسما بالله غير تتفرج وتحلل له وسيد طلع لكم النيف وليتو تعرفوا صوالع بزاف بعبد المجيد تبون كون ما جي عبد المجيد تبون تبقاو غير بنت فلان ما وليتوش تعرفوا الذكاء الاصطناعي الدرون ايه هذا يا اخويا قولوا له صح امه قولوا له صح والسلام
شوف العالم راهو يتغير، تغير العالم ماشي راهو يتغير، راهو تغير، راهو احداث متسارعه جدا. عبد المجيد تبون على باله واش راهو يدير، المكتب المسير للدوله الجزائريه على باله واش راهو يدير، باسكو رئيس الجمهوريه ما راهوش وحده، كاين ناس مع عبد المجيد تبون هما لهم يسيروا في الملفات، جميع الملفات الخاصه بالجزائر. الجزائر ما يشطبع في عمار ما يشطبع في عمار ميد، على بالهم واش راهم يديروا، كل خطوه راهم يديروها محسوبه. كي نقول لك محسوبه يعني محسوبه. الجزائريين فهموا خاصه مور الضربه تاع البريكس، والبريكس نعطيك معلومه ما راحش نديروا طلب تاع الانضمام الى البريكس، خلاص صفحه وطويت. هذيك الدقيقه فهمت الدوله الجزائريه بلي ما كاش حليف، ما كاش حليف في هذه الدنيا. الحليف تاعك هو انت، هو شعبك، هذاك هو الحليف تاعك. الدولة الجزائرية فهمت هذا الأمر، تتعامل مع نفس مع جميع الدول بنفس المستوى، يعني بلوز او موا اللي يعطيني حاجة تنفعني ما نتعاملش مع اللي ما يعطيني والو. مام للجزائر دخلت في ما على باليش انا، ما نقولش تحالف، نقولوا تفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية على لو دوسي تاع لافريك. ورا الاشكال حاجه تنفعك حاجه ما تضركش. انت رحت للبريكس على اساس ان قاعد اللي فيه دول حليفه لك، كيساسوا روسيا، كيساسوا لا شين، كيساسوا افريك دي سود، كيساسوا البرازيل، كيساسوا الهند، عطاوك رفض، رفض ولا تعليق سميه كيما حبيت. واش حبي يقول؟ حبي يقول بلي هذو الدول، هذو الدول ما فيهم ثقة، غير ثقات. نتعامل معك ما عندي حتى إشكال، نشري عليك، نبيع، تشري عليا، نبيع لك، تبيع لي، نتعاونوا في أمور، في دي دوسي سون بلوس. ما نقولش حليف، انت تقول لي روسيا والصين حليفة اللي ما على باليش شكون، وراهم الحلفاء تاع روسيا كاع قضاوا عليهم. بداها بيوغوسلافيا، تقول لي يا ودي كان تحول تاع الاتحاد السوفيتي الى روسيا، ما عليش يا سيدي. شوف يوغوسلافيا، ارمينيا مع اذربيجان ياك صح، ليبيا، العراق، سوريا، تقول لي سوريا ما طاحتش وكاع، واش بقى فيها سوريا؟ بقى غير بشار الاسد بشار الاسد بنيفو وقعد، واش بقى؟ ما بقاش. وايران، ايران حاليا، حاليا والله العظيم روسيا ما تتدخل بشبر، كان راح يبيعوا لهم السوخوي 35، كاينه ولا ما كاش؟ وراهم السوخوي 35 اللي باعوهم الايران. لا لا قول لي وراهم. شوف هذا العالم هذا تفاهمات، تفاهمات. إل سيفي لي زاميريكا يتفاهموا مع روسيا على ارمينيا، على اوكرانيا، قال واش ديتي سي بون، وحبسي الحرب وما تبيعش سلاح الايران، والله ما يبيعوا لهم رصاصه. يا ودي فهموا، فهموا بلي العالم هذا تكل على زريعتك، تكل على زريعتك وعلى الدوله تاعك، تثيق في الدوله تاعك، ثيق في عبد المجيد تبون لانه يمثل الدوله الجزائريه. انا عبد المجيد تبون رئيس للجمهوريه الجزائريه الديمقراطيه الشعبيه، راهو يحاول يبني اقتصاد، راهو يحاول يبني جيش، ما لقريك الجيش ما تخافش عليه، والله ما تخاف عليه. انا نقول لك هنا جيش قوي وقوي جدا. بصح حتى تجي درك تدخل لي هذيك الحكايه تاع مدنيه ماشي عسكريه والخرطي هذاك، ها عبد المجيد تبون مدني عسكري الجنرال عبد المجيد ما كاش منها خرطي، والقيادة العسكرية واقفة في ظهر عبد المجيد تبون، كما الشعب الجزائري واقف في ظهر عبد المجيد تبون. شوف لا تحالفات تاع الخرطي، خلاص هذوك التحالفات تاع الخرطي تاع باسم ما على باليش انا ضد تاع بكري بزاف، امبريالية والرأسمالية والخرطي ما كانش، خلاص صاي تكل على روحك، طلع حسابك او اون افون، واللي كتبها ربي اهلا وسهلا ومرحبا و يعني الله العظيم والسلام.